لكن ما يخص بقى في قول ربما كان مقصود بيه ملك وكتابه، لان انتوا ما انتوا اختلفتوا مع المهندس، ما انتوا هاجمتوا المهندس محمود طاهر. اعتقد المشاهد كل الناس حتى اللي تابعت الفتره ديت عارفه ان احنا عمرنا لا هاجمنا المهندس محمود ولا هنهاجم حد مسؤول في النادي الاهلي على الاطلاق، لانه الجميع له كل التقدير والاحترام. لكن احنا هنا في ملك وكتابه بشكل علني ومعلن، اعتقد حضراتكم تتذكروا ان احنا كنا من وجهه نظرنا امناء جدا جدا على الرساله اللي احنا بنأديها. كانت في انتخابات في النادي الاهلي، كان في عرض للائحه النظام الاساسي، المهندس محمود طاهر مشكورا على التليفون وقتها قال انا مش هلاقي احسن منكم ولا اهم منكم تعملوا لي حوار مجتمعي حوالين لائحه النظام الاساسي علشان الناس تبدا تشوف اللي فيها. لما بدانا نناقش ده بمنتهى الديمقراطيه والوضوح والحرص على مصلحه النادي الاهلي من وجهه نظرنا شيء يخضنا، لقينا مشكله كبيره جدا، لقينا لغم موجود، هو حرصا عليه هو. قلنا يا جماعه انت حاطط ماده بتقول يجوز لمجلس الاداره ان ينشئ شركه لكره القدم وان يطرح اسهمها في البورصه بما يحقق مصلحه النادي. اعتقد ده كان النص. هنا مفيش حفظ. لا بقرار مجلس اداره مش جمعيه عموميه. ما هو لم يذكر الجمعيه العموميه خالص، يحق لمجلس اداره. ايوه يحق لمجلس اداره ان ينشئ. ثم جه في ماده تاليه وقال يحق لمجلس الاداره ان ينشئ شركه لبيع الادوات الرياضيه، الادوات والملابس الرياضيه. هذا الحق بشرط ايه بقى؟ علقوا بقى بشرطين. موافقه الجمعيه العموميه للنادي والاحتفاظ للنادي ب 50 او 55% من اسهم الشركه. بالنسبه نسبه مرجحه قال 60% بالزبط. اعتقد انا فاكر كده. هنا قلنا وقتها ازاي يا جماعه؟ وانت بتبيع كره القدم كلها على بعضها بتسهلها تسهيل مطلق مفتوح بدون اي احتفاظ للنادي باسهم، بدون احتفاظ للجمعيه العموميه بحقها. هنا تسهيل عمليه بيع. ثم في بند التالي كان المشرع للجنه او للائحه يقظ جدا لحق النادي والقيمه الجمعيه العموميه، فلما حب يبيع ملابس رياضيه وادوات رياضيه احتفظ للنادي بالنسبه واحتفظ للجمعيه العموميه بالحق. ساعتها قلنا اللي يعمل ده لازم يعمل ده. واثيرت كلمات كتيره جدا، ويمكن البعض وقتها ربط ما بين وجود الاستاذ نجيب ساويرس في المشهد، وكان اعلن قبل كده للاستاذ عمرو اديب انا لو هفكر اشتري النادي الاهلي، وقال ان ده افضل مجال استثماري. وقتها قلنا الكلام ده فيه خطوره حفاظا على النادي الاهلي او من وجهه نظرنا الامانه في الرساله بتاعتنا. حبينا نعمل جرس انذار للي حاصل، وقلنا للجمعيه العموميه لازم تحتفظ بحقك، مش ضد مجلس الاداره القائم ولا ضد مجلس الاداره الحالي اللي جه، حفاظا على حق النادي برضو من وجهه نظرنا اللي ممكن حد يختلف معانا فيها، بس تعالوا نتناقش. ده يا كابتن مجدي قيل، واعتقد حضرتك تذكر وقتها كنت حاضر احد الجلسات الانتخابيه للمهندس محمود طاهر في وجود الاستاذ نجيب ساويرس. اخر جلسه بالظبط في وجود الاستاذ نجيب ساويرس طبعا. احنا كنا بنتكلم على مصلحه النادي، كان عمره ما كان هجوم، بالعكس اعتقد انت او غيرك او اي حد كان المفترض يختلف معانا لو احنا ولسنا او سكتنا او وافقنا أو على بند شايفين فيه خطوره. احنا اتكلمنا واحنا جوه القناه، دافعنا على مصلحه الاهلي واحنا على نفس الترابيزه ومن داخل البرنامج، مش عارفين ساعتها مين اللي هيبقى رئيس النادي، وما كناش نملك اصوات الجمعيه العموميه ونعرف هتيجي ازاي. البند الثاني اللي اختلفنا معاه واختلفنا بصوت عالي لما المهندس عادل القيعي قال الاهلي مخترق، وانه دولاب العمل الاعلامي في النادي غير اهلاوي، وان الناس اللي موجوده عليها خطوط كتيره جدا، واعتقد صرخه اختراق مخترق. حضرتك وكل الناس دلوقتي شايفه الناس اللي كانت قايمه على المشهد الاعلامي وقتها هي فين دلوقتي وبتقول ايه عن النادي الاهلي. اعتقد ده ملموس ومتشافى يا باشمهندس. هو كانت يعني كان موقفنا، طب ما هو المهندس محمود قعد اربع سنين ما حدش هاجم المجلس خالص، بالعكس كنا بنبرز كل انجازاته، كنا بنقف وراه، حتى لما اتقال وقتها ان ده باع كابتن رمضان صبحي وباع ايفونا بتاع، دافعنا عن القرار لانه اتباع بيعه مشرفه الاثنين، عملوا ارقام عاليه، وقلنا طالما ان الرؤيه انك بتبيع وتجيب
البدائل، يبقى ده هو دي السياسة السليمة. ما حصلش ان احنا كنا واخدين موقف خالص ضد الاشخاص، ومش ممكن هناخد موقف ضد رئيس النادي الاهلي الا لو تعرض النادي الاهلي للخطورة اللي حضرتك قلت عليها. فما كانش موقف ضد حد، بالعكس. يعني طول الاربع سنين، طب ما انت تذكر حضرتك لما انا يعني المداخلة الشهيرة لما كان المهندس محمود طاهر موجود مع الإعلامية الكبيرة لميس الحديدي، وهي أنا في وجهة نظري كانت ضغط عليه في الحلقة، وأنا عملت مداخلة لأخفف الضغط مش أزوده، رغم أن أنا كنت معتذر، لأنه بعد ما قال لي أنت متحدث رسمي وليك كل الصلاحية، بعدها ب 48 ساعة لقيت كل الناس بتصرح وبتاخد قرارات أنا ما بتبلغش فيها واعتذرت. وهي لما كانت عامله لي المداخله كانت متصوره ان انا ههاجم، فانا دفعت عن رئيس النادي الاهلي وقاعد، قلت لها مدام لميس ما يصحش تعملي مداخلات في وجود رئيس النادي، لان احنا مش ضامنين اللي يعمل المداخله يتصرف ازاي معاه. وانا كنت في لحظه في خلاف في 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 موقف معين، لكن ما استغلتش دي، بالعكس اديت لرئيس النادي ما يستحقه من دعم على الهوى. فالكلام ان احنا لا، الخلط بقى في فرق ان انا ادافع عن النادي الاهلي، ادافع عن مصالحه، ولكن ليس هذا هجوما على احد.